فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عزة. أهلا بحضرتك دكتور فايز. الحقيقة في وسط السيولة، أنا كنت بقول كده من شوية، على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي أيضا على مستوى العالم، انعقاد مثل هذه القمة أو حتى اللقاءات الثنائية، فكرة الموقف العربي لما بنشوفه في ظل هذه الأزمة لازم نتوقف أمامه، لأنه بالفعل شيء يطمننا كلنا كعرب. نعم، يعني هذه القمة يعني أعتقد أنها هي ليست القمة الأولى من نوعها، نعم. يعني بين مصر وبين دول عربية مهمة، وهذه مسألة طبيعية في ظل يعني تحولات ضخمة تجري على مستوى النظام الدولي، وتحولات كبيرة أيضا لا تقل أهمية على مستوى الإقليم، وبالتالي من الطبيعي أن تزداد يعني فرص ومعدلات التنسيق والتشاور بين الدول الرئيسية في المنطقة. ومصر كما نعلم يعني هي دولة ركيزة في الإقليم، وبالتالي من الطبيعي أن يعني يكون هناك درجة كافية من التنسيق بينها وبين الدول الأخرى في المنطقة. والأردن كما نعلم والبحرين يعني لهم دور مهم كل منهم في إقليمهم الفرعي، وبالتالي في ظل حالة السيولة وفي ظل حالة اللا يقين أيضا في الإقليم، والإقليم كما نعلم يعني مقدم على تحولات كبيرة. زيارة الرئيس بايدن إلى الإقليم ربما تكون يعني مقدمة لتحولات كبيرة في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تراجع الكثير من سياساتها في الإقليم، كما نعلم في السنوات الأخيرة من إدارة ترامب وبعد وصول إدارة بايدن كان هناك يعني افتراض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى الخروج من إقليم الشرق الأوسط لمصلحة التركيز على أقاليم أخرى، وكان يقف وراء هذا الافتراض أو جزء منه هو الاستعداد لتوقيع اتفاق أو استئناف العمل بالاتفاق مع إيران. الآن يعني هذا الافتراض، فكرة خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الإقليم لم تعد يعني مؤكدة، وحتى إذا افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقلل من درجة انخراطها في إقليم الشرق الأوسط، فهذا يعني يحتاج إلى ترتيبات في المنطقة، ويحتاج أيضا إلى إفتاح لدور للقوى الإقليمية الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها لبناء توازنات جديدة في المنطقة. فبالتالي كل هذا الزخم أو كل هذه التحولات بالتأكيد يعني تفرض على الجميع الاستعداد لهذه المرحلة. نعم. مسارات التعاون دكتور فايز في ما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية، نتكلم على ما بين الدول الثلاثة من هذه الشراكة. هناك مسارات كثيرة للتعاون. مصر لم تعد يعني لديها ورقة واحدة أو مسار واحد، يعني المسار الاقتصادي أصبح مسار مهم في العلاقة مع منطقة أصبح يعني يعني مدخل أساسي في العلاقة مع الإقليم يعني